السلام عليكم، مرحبا بكم اخواني اخواتي مشتركات والمشتركين، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم نمشي نديرو دويره في الليدل، نشوفو الجديد اللي جابو ونتقاسم معكم بعض المشتريات ديالي، ونديرو واحد التحليه رائعه سهله وخفيفه، ما كتديش بزاف ديال الوقت وما كتديش بزاف ديال المقادير، ولكن منعشه جدا وصحيه 100%. بغيتو تعرفوا الحويجات اللي تقديت والتحليه كيفاش درنا ليها، بقاو معايا في الفيديو، مرحبا بكم. دابا بغيت نشارك معكم اللي شريت من ليدل. الصراحه مش حال وانا مستنياهم لان بغيت نجربهم. خديت هاد السبرقينه للرياضه لان الاخرى ديالي مسكينه واكله الضق معايا، هانتوما الا كتعقلوا العام اللي فات خرجوا بحال هاد لو ستيل في ستراديباريوس وزارا، بحال هاد لو ستيل كيشبه وخفافين البنات، خفافين بزاف وفيهم بزاف ترانسبيرون وما مجربينش على الحيوان. المهم ديبورتيفاس بارا موخير اللي كيوريوك لا كاليتي ديال المنتوج منين مصنوع، وهذه راه لا كاليتي ديال الليدر راه زوينه البنات. هانتوما الا كتشوفوا لو ستيل ديالها ترانسبيرون يعني ما غاديش يصهاطوا، وانا كنت خايفه يكونوا من هنا قاصحين لان ما كيعجبونيش السبردينات اللي يكونوا قاصحين من هنايا، كيعجبني بحال ستيل ديال سكيتشر رطب. هانتوما نسلك بها للرياضه، وخديت لي تيشيرت ديال الجيم، غادي نحلهم معاكم. راه حليت السروال، انا لاطاي ديالي 40-42 ولكن ما لقيتهاش صراحه، وصلت مع 11 ونص، هادشي غير كنت عواله نمشي. هانتوما كي كتجي على هذا الشكل، وكتجي من هنا هكا، والظهر ديالها للرياضه سبيكتاكولار زوين ترانسبيرون. هانتوما وخديت هذا اللون، هانتوما كي كيجي راه زوينين للرياضه، الناس اللي كتبغي دير لا مارش في هذا الصيف،
وفوق منها جواكيطا ولا فوق منها صوفيط ما، وهانتوما كليري لونطريم، وهادي هانتوما راه ترانسبيرونط من هنايا بزاف صيفيه يعني. الصوفيط مات كيديروا 4.99 يعني 5 أورو. بقى لي وحده في الكحل، غادي نجيبها من الطوموبيل، خليتها في الطوموبيل، ديت حتى في الكحل. وسبردينا كدير 12.99 يعني 13 أورو. الصراحه الثمن جد مناسب للدوام اليوميا، نلبسوها مع تجي حتى مع لي جين، حتى مع لي جين تجي ماشي غير للرياضه. والسروال، السروال عجبني بزاف، السروال كيدير 8 أورو. السروال عجبني غزال 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 غزال، ها نتوما. وكتجي فيه هاد، كيجي فيه هاد الجويب من هنايا، مثلا كنتي في لونطريمون دير هنا الساروت ولا الطرخيطه ديال لاصال ولا الكيت ديال الودنين ولا، ها نتوما راه لالتورا ديالها ماشي ديال السروال، ماشي سروال تاع الرجلين يعني للرياضه في الصيف، رائع. ها لومبالاج ديالو كيجي حتى لهنا، شفتو؟ المهم، والحاجه الهميزه كي كنقولوا حنايا، هذه هميزه ماشي كومبرا، هميزه هو هذا الساك بحال الثلاجه، ماشي بحال الثلاجه، راه ساك ثلاجه عنده هنايا هادو على من كيتحط في الارض، او جاي من هنايا كي كنقولوا حنايا فرادو، فرادو بحال نيبيرا، وفيه واحد لابوش هنايا، فيه لابوش باش نخبعو مثلا اللي بغيتي. وهنا تستعمليه الا كنتي كتقضاي في سوبر مارشي مثلا الحليب، دانون، الفرماج، الحوت، لي بروتيين، يدارو هنايا. فيه جوج جويبات، نديوه للبحر، انا شريتو للبحر، عنده هاد جوج ليدين قاصحين يعني صحاحين، نديوه للبحر، نديوه لي بيكنيك، نديو فيه الاكل ديالنا يبقى مزيان. وحتى في السفر، في السياره مثلا، دابا راه جاي وقت السفر ولي بيكنيك، نديرو فيه الماء، دانون، العصير الدراري، الماكله اللي غادي نديو معانا، راه الكميه تبارك الله غادي يهز بزاف، شفتو؟ وهذا الثمن ديالو غير 4. وهذه بغيت نتقاسمها معكم، سبردينا اخرى ولكن ديال ديال لا مارك سكيتشر، حتى هي فتحها معكم من هنا، كتجي هكا. هذه بطبيعه الحال مارك عندنا حنايا سيني سكيتشر، هذا كتبان سكيتشر، كتجي البولسيطه ديالها هنا، قدام تستعملوها لشي حاجه، وكتجي على هذا الشكل. هي بطبيعه الحال عندها التخيدو ديالها زوين صيفي ترانسبيرابل، هادو كيجيو عندهم واحد البلانتيه سبيسيال هنا للوقيف وكلشي، كيديروهم هنا الناس اللي يمشيو ليهم للخدمه وكلشي. انا غادي نستعملهم بطبيعه الحال مع الخروج وحتى للرياضه، جوج يجي فيهم هذا، ثم رائعه جدا. وهذا خديته لبنيته، لكن هذا ما غاديش تلبسو دابا حتى للموسم الدراسي، حتى هما سكيتشر. اخترت هي هذا اللون، هانتوما راه السويله ديالهم غزاله، شوفو كي دايرين، كيجيو هنايا بهذا، كنقولو انا بيلكرو تشقتق، وكيجيو بالقومة يعني زوينين، هانتوما و تري كونفورتابل في المشي وكلشي. هذا خديته لها للمدرسه لان عندها ديال دابا المشي دابا، وطبيعه الحال الزوج ديالي حتى هو خدا وحده ديال سكيتشر ديالو، جات باربعه ديال الاشكال ديال هذا الخيوط، في الزرق وفي الكحل وفي الابيض وهذا، وكتجي على هذا الشكل، ها نتوما زوينين وخفاف، رطب 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 وتخي كونفورتابل. هو هذا كنت باغا نشارك معكم، دابا ما تمشيو فاين، اجي يلا ندوزو نديرو التحليه اللي قلت لكم ساهله وبسيطه وفي نفس الوقت صحيه في هذا الصيف، غزاله غزاله غزاله. دونك المقادير اللي غادي نحتاجو ساهلين وبسيط وماشي بزاف، يعني التحليه غادي نديروها سريعه ما غاديش تكلفنا بزاف ديال الوقت. غادي نحتاج واحد البوطي ديال حليب الكوك، حليب الكوك كتجي فيه 400 ملل، غنشعل الضو عفوا هنا،
400 ميلي، وفي نسبه هابطه ديال الكربوهيدرات، فيه غير الدهون يعني صحي مزيان لينا، والهرمونات هذا مزيان الدهون. غادي نحتاج النطا اللي غادي نزوق بها الكوبات ديالي، وغادي نحتاجو اغار اغار واحد الصوبري، لان واحد الصوبري كيمشي اللي ما كيعرفش اغار اغار هو واحد كي كنقولوا حنايا بحال خيليفيكانتي فيجيتال، يعني كيجمد لنا كيجمد لنا مثلا لي فلون لي موس لي كريم اللي بغينا نديرو في الريبوستيريه، و اوريجين ديالو لي زالغ ماري يعني نباتي. دونك غادي نحتاج واحد الصوبري اللي غادي ندير في نص لترو ديال ما بين الحليب الكوك والقهوه. نضرب شويه هذا شويه ديال الماء، غادي نخليه كيتهيدراتا هنايا، وغادي ندوزو باش غادي نطيبو هاد الحليب الكوك. غادي نخلطو هنا معاكم، هو الاول باش تشوفو. هانتوما كتجي على هاد الشكل كريمي. الا درناها في الثلاجه كتعزل الدهون ديالها على الليكيد اللي كيجي فيها. دونك غادي ندير واحد الجهد ديال جوج معالقات ديال هذه ستيفيا. دائما كنستعمل انا ما كنستعملش السكر، اللي اول مره كيشوف الفيديوهات ديالنا. غادي ندير جوج وشويه هانتوما. صافي، وغادي نديرها فوق النار حتى الغليان. فاش غادي يغلي لي هذا الحليب غادي نزيد الاغار اغار. دابا فاش قربات تغلي لنا هاد الحليب الكوك، ها هي كتشوفوا البخار، غادي نعبر هنا القهوه 125 ملي باش تجينا منكهه بالقهوه، تجي زوينه التحليه. نخليها هنا. دابا غادي نزيد الاغار اغار. الاغار اغار الطريقه ديالو خصو يغلي واحد جوج حتى ثلاثة دقائق في المكون، سواء الحليب او النطا او الحليب الكوك او اي حاجه فين بغينا نخليفيكات نجمدوه، يعني خصو يغلي واحد باش يتفاعل باش يدير المفعول ديالو. الا ما غلاش راه ما كيجمدناش لو برودوي او لا لا ليمون. انا ما غاديش نحبس من التحريك. غادي نزيد القهوة ديالي. هاد التحلية زوينة دابا في الصيف مع العشية، الواحد فاش يرجع من البحر أو لا يرجع من السوق ديالو أو لا يدخل للدار أو لا في العشية مع ديم تاهو كيجي تحلية غزالة نتناولوها. وغادي
نديروها بواحد الشكل زوين يفتح لنا الشهيه باش ناكلوه. هذه غداينا قوصي صافي. هانتوما راه بدا كيغلي صافي. غادي نطفي عليه. جوج ديال الثواني راه دازو. صافي دابا غادي نديرو في هاد الكوبات. بسم الله. دابا غادي نخليهم حتى يوليو بحال راه في المطبخ ونديروهم في الثلاجة حتى تجمد لينا. في هذا الاثناء ما بين كنستناو يجمد لينا هاد التحلية غادي نمونطي انا الناطة بطريقة عادية. ندير لها واحد نص معلقة ديال ستيفيا ونمونطيها باش نزوقو بها الكوبات ديالنا. هذا عندي شوكولات بدون سكر حكيته شويه باش نزوق به هكا الكوبا ديالي من الفوق. غادي ندير جوج بالشوكولا. واحد الا بغيتو نديروه بالقرفه. او بصحه والهنا. وهذا الفيديو ديالنا جا على النهايه ديالو. التحليه ديالنا كتجي على هذا الشكل رائعه كتشهي
وصحيه وغزاله، لا في المنظر ولا في المذاق، غير جربوها راه سهله. خليكم في امان الله، تهلاو ليا في راسكم، وشكرا جزيلا على المشاهده، واحبكم في الله، مع السلامه.